مساء الخير واهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام. مشهور كتير بجرأته وصراحته وعفويته، ضيفي لليلة سياسي، ولكن ما بيخلق ابدا الامر من هضمنته وخفة دمه. ومثل ما انا بعرف كتير من البرامج الكوميدية استدعته لحتى يكتب لهم او حتى يمثل معهم بالبروجرام. انا متأكدة انه كلكم عرفتوا عن مين عم بحكي. اهلا وسهلا فيكم ومساء الخير رئيس حزب التوحيد الاستاذ وئام وهاب. مساء الخير. بالبداية اهلا وسهلا فيكي، وبالبداية كمان بدي اقول لك تستحيش شو بيطلع براسك اسئلة اسأليها. اكيد. على كل حال انتم جماعة الجديد وقربة تنحل، بدوش مين ينبهكم، فاتحين لها على الاخر، تفضل اسألي اللي بدك اياه. تستحيش اشبهها هي دخلك، زعجتني من اول وقت. تفضلي معلش. استاذ وئام، بالبداية سؤال بديهي لحضرتك، سوريا إلى أين؟ سوريا إلى أين؟ خارج هالسؤال تسألي لوليد بايك، ما هو بيقول إلى أين؟ ما أنا بقلد كمان، مش بس مهضوم، ما طرحت مقدمة طويلة عريضة عن هضامتي، إيش بك نسيتي دخلي؟ لا. لكن رح جاوبك من الآخر وقلك. تفضل. وقلك، على كل حال أنا هيدا سارقه الجواب من الرئيس السنيورة، وبدي قلك وقول الرئيس بشار الأسد باقن. ايه بس استاذ وئام، شو اللي مخليك هالقد مأكد انه النظام باقن؟ تقبريني حضرتك انثى او ذكر؟ استاذ وئام انثى. عقد ما انت مأكد انك انثى، عقد ما انا مأكد انه الرئيس بشار باقن. وعلى كل حال بدي اقولها جميع 14 اذار استطرادا، يعني توفر عليك اسئله وسؤالي، بدي اقول لجميع 14 اذار هودي الصيصان انه ينفخوش كثير بريشهم ويرهنوش كثير على سقوط نظام بشار الاسد، وتكبرش الخس براسهم لانه رايحين على الهاوي مثل ماني شايفك وشايفتيني تقبريني. شبها هي دخلك هيك زعجتني من اول المقابله. حسيت عليك شيء مضايقك اجرك او شيء؟ لا ماشي، هيدي هيك المحكمه الدوليه. استاذ وئام نحن على الهوا، ما شو محكمه دوليه؟ شو خص اجرك بالمحكمه الدوليه؟ لك ما صرماي، لك ما هي صرمايتي، ما المحكمه الدوليه وصرمايتي سوا. استاذ وئام وبرنامجك وكل الكاميرامانيه والصوت والمخرج كلكم تطلعوش بالفهم قد نعلت صباطي. تفضلي من غير ما تقولي اذا بتريدي. طب طفي الكاميرات خلص، يعني ما بيصير هيك عن جد، مش مقبول.